عماد، سؤالي الاولاني انك جربت ماتشات تقيله، ماتشات كبيره، وبدون شك ماتش العين من الماتشات التقيله والتقيله قوي والكبيره قوي. عماد النحاس كان بيعمل ايه قبل الماتشات دي، في وسط الماتشات دي، في الظروف اللي يعني اللي بتحيط بهذا اللقاء، يعني ان انت ممكن تسجل هدف، ان ممكن الله لا يقدر يدخل مرماك هدف. احكي لي شويه الاجواء بتبقى عامله ازاي في الماتشات الكبيره. اولا من الذكاء ان انت تذاكر كويس. تذاكر انت كلاعب ولا كمدرب؟ انا بتكلم كلاعب. حضرتك بتسالني كلاعب ولا كمدرب؟ نعم كلاعب طبعا. لا لعيب. في الاول طبعا انت لازم تذاكر كويس. على حسب كل واحد والمكان اللي هو بيلعب فيه. كراجل مدافع، القرايه لازم تبقى كويسه جدا للخط الامامي. اللي هلاعبهم وكمان اللي بيوصل الخط الامامي. يعني مين دايما هو المفتاح اللي بيحاول يساعد الخط الامامي لفرقه العين؟ يعني فرقه العين كمان كلها لعيبه، بسم الله ما شاء الله، كلهم لعيبه محترفين طبعاً. وعندهم من نص الملعب للثلاثه اللي في الخط الامامي بالاحتياطي كلهم لعيبه محترفين وكلهم لعيبه كبيره، سواء سفيان رحيمه او لاباكوجا، كل الناس طبعا. انا سمعت الدكتور احمد وبلاسيوس وكاكو وبلال. طبعا هما بيتكلموا بالتفاصيل على التشكيل واللعيبه. الماتشات اللي زي كده هي محتاجه هدوء، يعني هدوء. ودي برضو سمه اللعيبه الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي او في الانديه الكبيره. انت بتحافظ على هدوءك، بتحافظ على تركيزك، بتذاكر لكن ما تضغطش. يعني تذاكر كويس لكن ما تضغطش، تعرف التفاصيل الصغيره عند اللعيبه الكبيره، بيمشي بالكره امتى، بيتبص له الباص بيطلع امتى، التحرك بتاعه ازاي، بيلعب في المساحات الصغيره، بيلعب ما بين الخطوط، بيلعب مستني ظهرك يبقى فاضي عشان يروح في المساحات اللي في ظهرك. كل الحاجات اللي هي الصغيره دي، التفاصيل الصغيره، لما انت بتذاكرها من بدري بتروح تاني يوم وانت عامل قرايه كويسه للجيم. المواقف دي لما بتحصل كانها بالظبط انت عشتها قبلها بيوم، قبلها بيومين، على حسب كل لعيب وشطارته. هنا بيذاكر بدري وبيحاول يحفظ من بدري، ولا بيتاخر في المذاكره ويستنى لليله المباراه وبيستنى محاضره الجهاز الفني. هو الحقيقه المعلومات اللي عندي ان الجهاز مركز جدا اكيد، وانه امبارح والنهارده محاضرات، شغل تكتيكي جيد، دراسه، قرايه اكيد، قعد مع اللعيبه، تحفيظ بشكل جيد، في نوع من انواع التركيز الشديد في هذا اللقاء. تمام. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن شوبير، هو التركيز ما يوصلش اللعيب ان انا العب وانا تحت ضغط عشان احاول اطلع كل اللي عندي، لان النادي الاهلي اكيد مطالب ان المباراه عندنا في ملعبنا، المباراه في استاد القاهره، في حضور جماهير ان شاء الله يكون كامل العدد. جايين نفسيا ومعنويا من فوزنا على نادي الزمالك وبطوله السوبر وتعويض طبعا للسوبر الافريقي، بس شوف ان الحاجات دي تقدر تساعدك كلاعب داخل الملعب وتهيئك، غير لما تكون مضغوط وانت خسران. الموضوع كان صعب شويه، شفنا الكلام ده، لكن انا كان عاجبني رده الفعل خاصه في الشوط الاول. وده اللي احنا في انتظاره ان شاء الله في مباراه بكره. مفيش مباراه النهارده في الكوره بتكون مباراه سهله، ده صحيح. كل المباريات مباريات صعبه، لكن دايما احنا مركزين في التفاصيل اللي هي الصغيره، سواء كان جهاز فني او لعيب. لما تشتغل وانت اللي معاك الاولويه، الاولويه في الكوره هي معايا، الاولويه في التحضير، الاولويه ان انا ما اغلطش، الاولويه ان انا عندي الثقه اللي بتمتد من زمايلي ومن الجهاز الفني ومن الجمهور ومن اسم النادي، اسم النادي الاهلي. نعم.